الثاني داخل فريق الجيش اليوسف يرفع كرة جول 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 أول عسكري أفضلية للجيش الملكي في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة خطفها إبراهيم البزغودي نعم وضع إبراهيم البزغودي في المرمى البركانية من أول كرة من أول هجمة من أول انطلاقة نعم يتمكن إبراهيم البزغودي من افتتاح باب التهديف بعد انطلاقة من الجهة اليمنى اليوسفي هو الذي حضر العرضية والبزغودي يباغتهم بكرة في المرمى إذا تتغير النتيجة تتغير النتيجة شوف الإعادة هنا تميل الكرة لوجود تسلل اليوسفي وحده على الجهة اليمنى يستلم الكرة بشكل ممتاز ثم بعد ذلك عرضية في القائم الأول عرضية في القائم الأول شوف التحرك البزغودي شوف التحرك الممتاز للبزغودي لأنه تخلص من الرقابة هنا في القائم الأول تمركز ممتاز وضربة رأسية بالفعل غاية في الدقة تازم الحارس عبد العالي محمدي شوف ردة فعل البزغودي ربما البعض يتساءل لماذا البزغودي لم يفرط في الفرحه ولم يعبر عن فرحته في هذه الاثناء لن ننسى بان ابراهيم البزغودي هو ابن مدينه بركان نعم كان سابق كلاعب سابق لفريق النادي البركاني لذلك لم يشأ الاحتفال بعد تسجيله للهدف كلنا نعرف بان ابراهيم البزغودي طائر الأيمن عمر النمساوي عمر ليمور هنا يمر الكرة بشكل ممتاز ذكي هذه من عمر النمساوي أرضية جول البريكنة يعودون السيادة الشرقي يسجلون جملة تكتيكية من أروع ما يكون يتوج أيوب الكعبي جملة تكتيكية من أروع ما يكون تناسق ممتاز تناغم رائع وتبادل كروي من أجمل ما يكون عمر النمساوي والعرضية والمتابعة نعم من جانب أيوب الكعبي هدف أيوب الكعبي يذكرني بهدفه في مرمى الوداد الرياضي في مسابقة كأس العرش في هذا المكان نعم تمكن أيوب الكعبي من تسجيل هدف الله 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 على هذا التبادل الكروي الجميل جملة تكتيكية من أروع ما يكون ثلاث لمسات هنا أمين الكاس عمر النمساوي والراسي الله شوف بخارج القدم النمساوي أعطيني نعطيك النمساوي حطيله على المقاس وبالراس يا أيوب يا الكعبي أجيبه من الشباك يا سين الحاد هادو البريكنا هادو السيادة الشرق شوف هنا بنفس الطريقة وكان مخرج المباراة يأكل كلامي بنفس الطريقة عسكرية يخرج بها انيسيفوفيتش السعيدي قلت دخول السعيدي في الجهة اليسرى يحرك هجوم فريق النهضة البركانية برافو منير برافو الشعواني اللي أدخل السعيدي بينما انطلاقة سريعة فرصة هو جول البريكنا يتقدمون البريكنا يسجلون من جديد ألم أقول لكم بأن السيادة الشرق لا يستسلمون السيادة الشرق جاءوا للانتصار وهم الآن يتقدمون بهدف ثاني لا وجود للتسلل انطلاقا من الكعبي وبكر الهلال نعم يكمل في المرمى هدفان مقابل هدف واحد نعم قلتها البريكنا يستحقون الفوز في هذه المباراة البريكنا يستحقون الانتصار في هذه المباراة وأكيد هنا الحضور كان مميز هجمة وراء هجمة شوف مرة أخرى لا وجود لتسلل الانطلاقة سليمة من أيوب الكعبي الإيثار يا الكعبي كان ممكن تسدد ولكن هنا الإيثار كان حاضر من أيوب الكعبي حطيله على طبق من ذهب وبالتالي بلمسة وفي المرمى الفارغة هدفان مقابل هدف واحد نعم النهضه البركانيه يقلب تاخره ويتقدم قبل نهايه المباراه بسبع دقائق النهضه البركانيه بالفعل يتمكن من تسجيل هدف في وقت مهم جدا متابع من توفيق يحصل بصدره لكن يخرج له عمر النمساوي وبكر الهلالي يقود هذه الهجمه المعاكسه ترويه بشكل ممتاز من السعيدي يطلبها بكر هو جول طوفان برتقالي
البرتغالي طوفان بركاني. هادو أسياد الشرق يا سادة يا كرام، هادو أسياد الشرق، نعم يفعلوها هنا بالرباط. هدف ثالث والعساكر يندحرون، العساكر يغرقون. ارحم عزيز قوم ذل، هذه لعاد البراكنة ماذا فعل فيهم، البراكنة ماذا فعل في الجيش الملكي، البراكنة ارهقهم، معدبهم معدبهم. بكر الهلالي حطها في مرماهم، 3-1 للنادي البركانية. انت كل شيء يا سادة يا كرام، انت كل شيء. النادي البركانية تظفر ب3 نقاط. هذه رصاصة الرحمة أطلقها بكر الهلالي في لحظة انهيار